السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي اخواتي إلى هذه الحصة الأخيرة التفاعلية. كما العادة نطرح الموضوع ونفتح الاستوندار، حبينا نسمع الآراء تاعكم على الموضوع اللي نطرحوه اليوم. تبعتوا يعني شوية كما نقولوا حصة في العمق والزيارة الأخيرة اللي دارها على مجد تبون إلى وزارة الدفاع، التصريحات اللي سمعناهم من تبون وأيضا من رئيس الأركان شنقريحة اللي تكلم على جاهزية الجيش لكل الاحتمالات. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل هناك حرب؟ هل هناك تهديدات ضد الجزائر؟ هذا الشيء يعني على حسب الكلام اللي قالوا تبون باللي أن الجيش يعني متيقن من جاهزية الجيش وصهره على الأمن القومي للبلاد، تقوية جيشنا من أجل حماية ترابنا وأرضنا وليس للسيطرة على منطقة أو على جيراننا. هذا الكلام قالوه على المجد تبون اللي يعني كانت زيارة 800 لوزارة الدفاع. أيضا الرئيس الأركان قال يؤكد جاهزية الجيش لأي احتمال أمام التحديات الراهنة. الجيش جاهز لأي احتمال، والوضعية الأمنية الداخلية متحكم فيها بشكل تام. هذا الكلام موجه لمن؟ هل موجه لراهم يهددوا يعني أمن الجزائر على يعني على حسب واش يقول تبون ورئيس الأركان شنقريحة، ولا راهو يعني موجه للداخل يعني للداخل للشعب الجزائري لتقوية الجبهة الداخلية كما سمعنا يعني في الآونة هذه الأخيرة؟ وهل هذا الكلام يعني تعودنا عليه والشعب الجزائري تعود عليه كل ما كان فيه انتخابات يعني نسمع مثل هذا الكلام؟ وش رأيكم في هذه التصريحات والتهديدات اللي سمعناها من رئيس عبد المجيد تبون ولا حتى رئيس الأركان سعيد شنقريحة؟ هذه الرسائل لمن في الداخل أو الخارج؟ حبينا نسمع الكلام تاعكم بعد هذا يعني الفيديو اللي يوري كلام تبون حول جاهزية الجيش. خلينا نسمعوا عبد المجيد تبون ونعود نفتحوا الستوندار من بعد. اليوم لازم نصون الاستقلال تاعنا. الاستقلال سبق لي وقلتها نصونوه بأمرين: جيش قوي واقتصاد قوي. قد ما نقوي الجيش والهيبة نتاعو قد ما ننقص من الأطماع نتاع الجهة الفلانية ولا الجهة الفلانية ولا الجهة الفلانية. ماهوش جيش اللي قوي باش يعتدي. التاريخ يشهد للجزائر المستقلة من مارس 1962 إلى يومنا هذا، عمر الجزائر ما خرجت من الشرعية الدولية، عمر الجزائر ما تعدات على واحد. تعدوا علينا وهجموا علينا، ولكن احنا لا، ندافع على ترابنا فقط. إذن نقوي الجيش، وتقوية الجيش ما هيش باش نسيطر على منطقة ولا نسيطر على جيران ولا نسيطر. لا، باش نحمي أرضي اللي ضحاوا عليها قوافل، تلو القوافل تاع الشهداء، هذا ما كان، باش الجيل الحالي يعيش حر، مستقبله بين يديه. هذا الكلام اللي سمعتوه تاع مجيد تبون عند زيارته لمقر وزارة الدفاع في الجزائر. خلينا نسمعوا الآراء تاعكم، يعني واش رايكم هذا الكلام اللي قالوا تبون وايضا رئيس الأركان سعيد شنقريحة اللي تكلموا كما قلت على يعني جاهزية الجيش بالنسبة يعني للتهديدات اللي راهي تاعهم حول الجزائر؟ حتى تبون قال في الكلام تاعه الجزائر يعني راهي في محيط مثل البحر الهائج على حسب كلامه. خلينا نبداو نفتحوا الستوندار ونسمعوا الاراء تاعكم. مرحبا بالاراء تاعكم، ونتمنى ان يكون فيه احترام حتى لو كان فيه اختلاف في الاراء. نبداو بابو ماريا من عنابه. مرحبا بك ابو ماريا. السلام عليكم ورحمه الله اخويا ناصر. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك. قال لك مليون يشكر الناس يشكر الله. بعد ما غادرت المستشفى عن طريق المغاربيه، أشكر كل الناس الذي ساهم معي في المرض تاعي
منهم زوجتي وبنتي ماريا ودوجة وكل بعلام الغاز. وبفضل الحراك أتأسف كثير. يقولوا الحراك الحير عند دخولي المسجد للمستشفى على 8 تاع الصباح أول يتصل بي بمستشفى عنابة سياشو هو عبد القادر من الحراش. بعدك جاوني جماعة خويا صالح زرفة بعلام الغاز سالم كور توفيق مخناش حاليم كانت على قريعنا كانت من كل بلاس. ها والحراك هذا هو الحراك. هذا الحراك يجمع الشمل. جاو من خالتي بيا ربي يرحمها جاو ليا من لي انا راحوا البومرداش. ها والحراك يقولوا الحراك الحراك يعش اللسان على الكلام. عتمية تعليل كتزم عليا خويا حقوق الإنسان عزيز الشرابكي وجماعة وعمار وعزيز بوتصة ونشكرهم شكرا جزيلا. تنية تعليل انت مريض تعمل اوبيراسيون يجيو الناس كي مكة. ها والحراك هاي لعبة الحراك. ومن هذا المكان نقول صالح زرفة راك زعيم صالح زرفة وكل الناس يعاونوني على الطريقة المغاربية. احنا نتمنوا لك الشفاء ان شاء الله. ولكن خلينا يعني يعطينا برك فكره ما مازالش بزاف الوقت راك يعني تكلمت دقيقه ونص فكره على الموضوع اللي طرحناه اليوم. الفكره الموضوع لا يضيع حق من وراه طالب. البيدون مقعور يتعمر ما يتعمرش ما يتعمرش يا سي نصر والله ما يتعمر والله يجي الحق هذه صبر وثبات وسلميه. ونقول لخويا عبد الوهاب ربي يجازيك خير ويوسف وكل الناس اللي عاونتني حالي نتاع القليعة كل اللي وقفوا معايا في المرض. شكرا ابو ماريا ومن هذا المكان شكرا. لا يضيع بارك الله ربي يشفيك ابو ماريا. شكرا اخي بارك الله فيك. نتمنوا الاخوه اللي راهم ولا الاخوات اللي تواصلوا معنا يعني يعطونا الاراء تاعهم في الموضوع اللي طرحناه اليوم. نروحوا المهنة من تكزيت. مهنة زلفلاك مرحبا بك. سعيد اخويا نصر صادق فيك اخويا نصر. السلام عليكم. لاباس دقسيك. الحمد لله الله لاباس الحمد لله. أقام تبون نعم أقام تبون يحكم يحكي مالا شنقراها يحكم يحكي مالا هكا يتقر ما هما نص. ايه ذا شو رأيك مهنة فشو دنان يعني الايناقد باللي دي تبون وكذا شنقريحة جاهزية الجيش نجي لك شو ما تسيبتهم بس أنا سيديك وهو دقي أقل 19 سنة تكزير إيه ودكتورو أهو قال لي دارو أنه بيزنة فوقي جو دموند ميت دارو أقل دي ربي ناقل جبار بلا قرنو أكل ما تسلمه مو دونتي. مهنا نروح لمحمد من خميس مليانه. محمد مرحبا بك. السلام عليكم خويا ناصر توحشناك. وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا بك. واش راك لاباس؟ والله الحمد لله. مرحبا بك سي محمد الله يتوحشك الخير. الله يسلمك الله يسلمك. شفنا ندخلوا في الموضوع مباشره لنا صح راك تسمع فيا. أنا أسمع فيك سي محمد أنا أسمع فيك. شوف أنا نتكلم لك هل هناك عدالة في الجيش؟ كاين عدالة يعني جنود وصف ضباط كي يخرجوا للتقاعد تلقاه يخلص 380 وجنرال يدي 100 مليون. هل هناك عدالة؟ ما كاش عدالة. كي يشوف جندي ولا صف ضابط يشوف يعني العسكر اللي خدموا في التسعينات في العشرية السوداء يضربوا فيهم خرجوا للتقاعد يضربوا فيهم ويدخلهم للحباس. علاش علاش يدفعوا على حقوقهم وما داوهمش؟ راهم يجروا في طريق من 2010 ما داو حتى حقوق. هل الجندي يكون مرتاح ولا صف ضابط كي يشوف خاوته يضربوا فيهم يقول لك انا غدوه كي نخرج للتقاعد نولي عايش كيما هما في الميزيريه؟ يا خويا قال له ما كاينش عداله. علاش جنرال ولا ضابط سامي يعني كلش خالص التريسيتي خالصه الماء خالص السكنه خالصه كلش خالص ويعطولو 100 مليون والجندي وصف ضابط محقورين يعطولو 380 و500 ويقولو خلص كلش
علاه يا خويا الحقره علاه؟ كاع جزائريه كاع جيش واحد، علاه ما نكونوش كيما روسيا ولا الصين ولا نكونوا كيما كوريا؟ علاش نحقروا بعضنا بعض؟ جندي ولا ضابط ولا ضابط كاع راهم في العسكر كاع جزائريين، ما كاينش فرق بين هذا وهذا. احنا كامل طالبين بحقوق، الناس تكون عندها حقوق، عداله، جندي ولا ضابط ولا ضابط كاع يخلصوا مليح، كاع يعيشوا مليح، ماشي واحد يدي 100 مليون واحد مقيوس ما يعطوه سكنه، ما يعطوه والو، ما يخلص مليح، ولادو ضايعين. علاش الحقره يا خويا علاه؟ بارك الله فيكم ولا ربي يكثر من ذلكم. شكرا يعطيك الصحه محمد من خميس. شكرا شكرا مليانه. خلينا نروحوا للسكيك ده، محمد معنا ايضا. محمد مرحبا بك. محمد انقطع الاتصال مع محمد، عاود تواصل معنا. محمد من برج بوعريرج، مرحبا بك سي محمد. محمد برج بوعريرج مرحبا بك، اهلا بك واهلا بال سلمنا سلمنا على اهل برج بوعريرج سي محمد. ايه عزك يا سيدي، تفضل. دوك تعجبني وا ايه راك على المباشر، تفضل. ها السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل اخي. لو عندي واحد انشغال هنا يا رب. نعم انا اسمعك يا محمد، معليش ولا تنقص للتلفزيون واسمعني من التليفون، الله يبارك فيك. عندي واحد الانشغال نتاع ابناء الشهداء. يا لو انا اسمع فيك يا محمد، معليش يعني لو سمحت خلينا في الموضوع تاع اليوم، الله يبارك فيك، يعني لو سمحت خلينا في الموضوع اللي طرحناه. ينفع الذاكره الوطنيه؟ ماناش نهضروا على الذاكره الوطنيه، انا نهضروا على التصريحات اللي دارها تبون وشنقريحه عن جاهزيه الجيش. يعني هما تكلموا على التهديدات اللي راهي تواجهها الجزائر. احنا ابناء الشهداء. يعني نعم. على بالك روح انت ابناء الشهداء. الله يبارك، ربي يرحم الشهداء ان شاء الله. امين. يسمى وقعت لنا خيانة. وعلاش؟ سمعت وقعت لنا خيانة، عندنا الاستفادة نتاع رخص مقاهي ونتاع الطاكسيات. خدعونا بواحد القوانين، وقع الناس ولا تخدم فور في الكل، كاين اللي ما عادوش يستمر، ولاو يخدمونا بواحد ريجيس كوميرس تاع فاسفور يعني اكل سريع ودخلوا في القهوه ولا تستخدم هكذاك. شكرا يا محمد، شكرا اخي، يا خويا ربي يرحم الشهداء ان شاء الله. انا معليش نعاود نذكروا للاخوه اللي راهم يتواصلوا معنا ولا الاخوات، الموضوع راهو على الشاشه راكم تشوفوه، يعني عنوان الموضوع تاعنا اليوم تصريحات تبون وشنقريحه على جاهزيه الجيش لكل احتمالات لكل التهديدات اللي راهي يعني ضد الجزائر. خلينا نروحوا من الوهران. عبد القادر مرحبا بك خويا عبد القادر. الو سماكم استاذ الناصر. عليكم السلام، مرحبا بك سي عبد القادر، وقلك تعيط لنا بالسكايب عبد القادر. نعم. مرحبا بك اخي استاذ الناصر. نعم. شعار الدوله، شعار الدوله الجزائريه هو الثوره من الشعب الى الشعب، وليس ثورة من الشعب إلى القيادة العسكرية، لأن السلطة الغير شرعية استحوذت على المؤسسة العسكرية واستعمالها سياسيا في الصراعات الطائفية، وهذا ما يعتبر تهديد بالأمن القومي. في ليلة الانقلاب بومدين اللي بنبلة ومحاصرته في الجزائر العاصمة في مكتبه، قام بنشر الدبابات في الجزائر العاصمة، ظن المتفرجين أن تلك الحركة العسكرية تابعة لتصوير فيلم معركة الجزائر.
الانقلاب الذي قام به بومدير هو انقلاب غير دموي، انقلاب ناعم. الخطاب والخطاب الذي يستعمله النظام اليوم، الخطاب العسكري والسياسي مثل الخطاب الذي استعمله القائد صالح، أين استعمل الحكومة الملوثة بالفساد في النظام السابق كرهينة في يده لتنفيذ مشاريعه؟ دائما الانقلابيين قبل أن يستولوا على السلطة أو الكرسي يستولون على الإعلام أولا قبل الاستيلاء على الكرسي. والتهديدات التي يستعملها النظام اليوم موجهة إلى شركائه والذين كانوا يشاركونه النهب والسرقة لكي يستعملهم في المرحلة القادمة. لهذا وجه ذاك الخطاب أن من يخرج عن صفه يتم رميه بالحجارة لأنه. شكرا عبد القادر، شكرا، بارك الله فيك، شكرا، نعطيك الصحة. عبد القادر من المدية، عبد القادر مرحبا بك. عبد القادر من المدية. هل معنا عبد القادر من المدية؟ والله يعلم بالك راح عبد القادر، خلينا نروح لسطيف. الو الو عبد القادر. عبد القادر راك معنا؟ واش راكم لاباس في المغاربية؟ والله الحمد لله، مرحبا بك عبد القادر. الحمد لله، الله يطول عماركم. الله يبارك فيك اخي، الله يجازيك. احنا والجميع. يا اخي انا مغربي مقيم بالجزائر. مغربي مقيم في الجزائر. بمدينة المدية. يا اخي نعم والله غير راني لو كان مدير القناه المغاربيه يفتح لنا كيما راكم دايرين في الجزائر هكذا على المملكه نتاع جلاله الملك بان نهضروا على صوالح احنا في المغرب. رانا محظورين اكثر من الجزائر. عبد القادر، يا عبد القادر مش الموضوع تاعنا اولا، يعني انت عبد القادر نطلب يعني من مدير القناه المغربيه حصه كيما هذه تاع الجزائر. راك تستعمل اللهجه اللي ماشي لهجه يعني مغربيه. لا انا من هنا، انا عبد القادر معليش، انت ولا حبيت تنتقد اروح قول انا جزائري نحب ننتقد، نحب نقول كلام حتى لو حبيت تشكر السلطه وتقول باللي الحمد لله رانا في جزائر جديده. معليش اخي تفضل، احنا عندك هذا يعني ممكن تقول هذا الكلام، ومادام فيه كاين فيه احترام في الكلام تاعك ما عندناش مانع، فاهم؟ تفضل اخي، وعلاش تقول الكلام اللي ما عنده حتى معنى؟ انت اصلا ما راكش مغربي، راك جزائري، وتقول انا عبد القادر من المدية، الموضوع تاعنا راهو موضوع جزائري ما راهوش موضوع مغربي. عاد نديروا مواضيع اخرى تتعلق ببلدان المغرب، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، عند تكلموا على موريتانيا. لو كان تبع المغاربية راك تشوف هذا الأمر عبد القادر، وعلاش تكذب علينا تقول أنا مغربي؟ معليش خلينا نروحوا لعمار مصطيف. سي عمار مرحبا بك. على المملكة عمار مصطيف مازالوا معنا؟ عبد القادر مازالك عبد القادر؟ معليش هي عمار مصطيف لو سمح الإخوة راهو معنا. معليش عمار مصطيف قطع الاتصال، شكون لو معنا؟ نبيل من إسبانيا. نبيل من إسبانيا مرحبا بك خويا نبيل. نذكروا برك الإخوة المشاهدين كل يوم الأحد، يعني الحد هذا لو جاي كان فيه حصة ينشطها الأخ سمير، هي حصة يعني مغاربية، والكثير وحنا دائما نتواصل مع الإخوة باش يتواصلوا، يعني اللي عنده حتى يتواصلوا معنا من المغرب ولا من بلدان أخرى، نتكلموا على القضايا تاع تخص يعني المغرب الكبير. فمرحبا بكم يعني اللي يحبوا يتواصلوا معنا، ولكن الموضوع تاعنا اليوم موضوع جزائري. نبيل من إسبانيا مرحبا بك سي نبيل. السلام عليكم الأخ ناصر، تحية لك وتحية لجميع المشاهدين والمتدخلين. مرحبا بك خويا نبيل، مرحبا بك، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك خويا. أخي ناصر حاب نتكلم على الموضوع هذا في نقطتين وإن شاء الله توصل الفكرة. تفضل أخي تفضل.
الفكرة الأولى هي يزم إحنا يعني الناس اللي حب كما نقولوا إحنا التغيير في الجزائر يزم تتخلى على الذهنيات القادمة، يزمنا ذهنيات جديدة. مع كل احتراماتي للمعارضة، هم يعني داروا الفوق اللي عليهم ومجهودات يعني جبارة، ولكن للأسف هناك عملية إقصاء وتهميش لأي أفواه معارضة في الجزائر، وتعدت حتى للتعذيب والسجن وإلى آخره. والمحلل الخطاب الرئيس، هذا الرئيس دون ذكر اسمه، هو خطاب تقدر تقول خطاب يائس، خطاب تاع إنسان راح يخرج من نافذة التاريخ، لأن هذا الخطاب ما عندوش حتى دلالة على أرض الواقع، لأن الواقع في جهة والخطاب الشعبوي في جهة. النقطة الثانية وهي على المعارضة أن تختار إنسان ما يكونش منك الوجوه البارزة هذيك، ويكون إنسان عنده نظرة توافقية، لأنه من المستحيل إقصاء الجذور هذا النظام، يعني مستحيلات السبع، ولكن التأقلم مع الوضع والخروج بحل يعني توافقي، ومع الأيام الشعب تكون نظرة أخرى على التغيير. وإن شاء الله يكون الخير، وهذه هي الفكرة اللي يقولها الأخ ناصر. شكرا خويا نبيل، بارك الله فيك، يعطيك صحة نبيل، نشكرك كثير على الاتصال تاعك، وهذا يعني الأفكار اللي تكلمت فيها. نروح للحاج توفيق من بلعباس. الحاج توفيق مرحبا بك. حاج توفيق راه معنا. ألو، مرحبا بك الحاج، تفضل. الله يسلمك الأخ ناصر، الله يحييك ويحيي كافة الشعب الجزائري، خصوصا الجالية بالخارج، في صميم الموضوع. يعني فيما يخص الخطاب اللي دار رئيس الجمهورية في وزارة الدفاع، هو يعتبر خطاب توجيهي، يعني عادي من ضمن الخطابات اللي راه يلقيها في المؤسسة العسكرية. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي حاب نوضحها، احنا مادام راه كاين هناك توافق سياسي في الجزائر، نقدر نقولوا 80% بين الأحزاب باش يروحوا يعني الانتخابات، احنا ماذا بينا يكون رجل الإجماع الوطني يعني يزكوه وبالإجماع يعني بثقة كاملة. هذه نقطة ثانية. وماذا بين الشعب الجزائري اللي يفهم عندنا دولة واحدة وإعلام واحد، ما كان قبيل لا الشاوي لا عربي لا مزابي، الجزائري ابنها الجميع، ماذا بينا نكونوا متوحدين. هذا مش حبيت نقول أخي الكريم. وماذا بين المجتمع المدني حاليا يشكل الحزام السياسي الاجتماعي باش إن شاء الله نروحوا لمرحلة جديدة مع الرئيس، وما يكون غير خير إن شاء الله، وربي يعاونكم والله يحفظكم. شكرا الحاج، بارك الله فيك، يعطيك الصحة. سفيان من فرنسا، سفيان مرحبا بك. أهلا وسهلا سي ناصر، كيراك؟ مرحبا بك خويا سفيان، الحمد لله. شكرا. الله تكون بخير. من كندا، معليش كيف كيف. من كندا، مرحبا بك خويا سفيان، اسمح لنا. شوف سي ناصر، اللي يقول لك الارمي والارمي، ما كان عسكر، ما عندنا عسكر اللي عمر بوزبر، ما كان والو. كي تحاول تشوفوا في التاريخ، الجيش الوطني هذا تاعنا لم يهضروا عليه في 63 واحد الدطريحه، وكان ماشي جينيرال دو جول كان تدخل وحبس الحسن الثاني باش يكون المنطقه تكون فيها نوع من كما نقول لك ستابيليتي، وما كانش تساعدوا تكون منطقه يعني متهوله، وكرم كلاونا المغاربه 60 67 بومدين حب يلعبها يدخل روحو يبوجي وحده مع اسرائيل، خد طريحه ثانيك ما ولاو نسلاح ني رجال ني ولاو 2500 باراشوتيس ديسباراو 73 كيف كيف، يعني عبر التاريخ تشوف بمعنى عندنا شهر رقم الخير. الحاجه الوحيده من العسكر تاع الجزائر يعني اشتهروا هو ضد الشعب باش يعذبوه ويقتلوه ويغتصبوه الى اخره، هذا ما كان تفهموا مليح. وكاع حد الناس اللي يقول لك خاوتنا اولادنا وشي با كوا دونك راه ما الحركه ثاني خاوتنا، خاص ما كاينش حاجه ما دارتهاش العسكر، ما دارتهاش كيما نقول لك اكثر من دارت فرنسا، حتى واش داروا يعني الحركه ما داروش داروا الجنود تاع الجزائر، باش ما ندخلوش في التفاصيل بزاف هكذا. دونك نبداو خاوتنا وكلش، ونقولها بكل صراحه، يعني كي كانت الحرب هذيك في التسعينات وخداو سلاح بعض الناس من الجماعات الاسلاميه، الشيء الوحيد اللي دخل لهم يعني الشعب يدور عليهم كي بداو يدخلوا في الارهاب، مثلا الشعب كان معاهم وعندهم الحق، لان كي ترفد السلاح باش تكون حر ضد كما نقول لك الطغمه يعني تسلط على البلاد، حقك بالاجل تكون تحر، هذا ما كان.
وهذه تعامل بقهاوتنا كل شيء غير نحرم بالكم وليدي نروحوا لي وليدي ودخل لها العسكر ولا سيبان ما بقاش وليد وانا جبت الخدمة الوطنية يعني مفتاح حبسين ادونا بس المدار شوف نقول لك من الجندي حتى الجنرال يدخل يدير واحد البيكورا سبيسيال ما يوليش جزائر. والسلام عليكم ويعطيكم الصحة. شكرا سفيان. عليكم السلام. على كل حال هذا كلامك خويا سفيان، ولكن كان ممكن اللي يختلف معاك في الطرح تاعك سفيان على اساس ان يعني الجنود ولا الجيش الجزائري راهم كل يعني من الشعب الجزائري، ما راهمش ممكن تراك تكلم على الجنرالات اللي كانوا مسؤولين في خاصه في التسعينات، هذا ملف اخر. نروحوا لحمد من غليزان. احمد مرحبا بك. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك أخي. معك مواطن أحمد من غليزان. اهي مرحبا بك خويا أحمد. بغيت نحضر على الوضعية تاع الجزائر. اها. تفضل تفضل سي أحمد. أنا مواطن من غليزان وأنا يا مشطوب من جبالة من الآخر أخي. أنا مشطوب. أنا مشطوب من الجيش الوطني الشعبي تاع التسعينيات تاع العشرية السوداء. نعم. دونك حنا كيما رانا نشوفوا رئيس تبون وراه مع البلاد وكاع وقف معاها وردها زعما نقولوا بلاد بالنسبه للدول العربيه، بالنسبه للدول العربيه واقفه عندها بلاصتها. بصح قبل يكون رئيس راه حضر على المشطوبين وحكى عليهم وقال لنا نعطوكم حقكم، بصح لحد الان ما كان والو. قلبوا علينا الدوسيات، عيطوا لنا قلبوا علينا الدوسيات، طلعنا الوهر نهودنا لي سوسيال بصح دروك ما كان والو. عطاونا وعود بصح وعود كاذبه. هذا انا كما نشوف كيما كان الرئيس تبون ما عطاناش حقنا، خاطر حنا فوتنا العشريه السوداء. لو كان ماشي حنا المشطوبين وهذو اللي فوتوا التسعينيات ما يريحوش كيما هكا هما في الكراسه مطمئن ومريح. لا حنا اللي فوتناها وحنا اللي حنا اللي وقفنا في البلاد. انا فوتها في جبل بوكحيل في الجلفه، فوتنا ايامات كنت تقول لها ما امنكش تحسب المشاريع في الجزائر. مي لحد الساعة مازال ما عطاوناش حقنا، وحنا نطالبوا بحقنا، المشطوبين نطالبوا من السيد رئيس الجمهورية يعطينا حقنا، والجزائر وخاوتنا جماعة باغيو يحكوا على حقهم راه في الحبس. السيد هذا في وقت الإرهاب قطعوا له كراعه وراهم مدخلين في السجون. حنا نطلبوا إن شاء الله يطلقوهم ويعطونا حقنا. والسلام عليكم وتحية الجزائر. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا أحمد. نروحوا للعاصمة أبو علام. مرحبا بك سي أبو علام. فيك ناصر وحشناك خويا. اهلا سي بو علام مرحبا بك. صافا خويا لاباس بخير الحمد لله. مرحبا بك اخي بو علام. الله يبارك الله يبارك فيك يعيشك يا ناصر. هو الصح هو كاع الشعب، لكن حتى هضره يقول لك نخلو تبون ولي سنتيمون وحنين ويبكي والقرطي. يا ناس تقول لا ما تلعبوش بهاد البلاد اللي ماتوا عليها. سكيما يقول هو 70 سنة مقاومة. يا سبحان الله توري في وجهك. أعطيها للشباب، أعطيها للكفاءة، يدخل بخا، يدخل ميلاكشي، يدخل مراد هنا، يدخل بنشيكو، يدخل عبود، يدخلوا الناس تاع الجيش اللي كانوا عندهم الوطنية وعندهم فيها 128 في وقت بومدين. وانتم تقولوا بومليون وكذا، معليش مشينا في المرحله هذيك ومنا يا وادي وعلاش حنا ما نستهلوش الحضاره، ما نستهلوش الحق، ما نستهلوش نبنوا الدوله تاعنا بيدنا. الدوله يبنيها الشعب ماشي نتوما. يا روحوا جاكم يا ناصر تبعني مليح في هذا السجيه. ناصر شفا لا دبلوماسي تاع زمان ما كان معوج بومليون الله يرحمه. حنا ما كان شوف طالب الابراهيمي ذاك الحطه قصدي مرباح، شوف ذاك الوجه هذوك اللي كانوا يبريزونتيو لالجيري السياده تاع الجزائر ولا دبلوماسي. قال لك الجزائر يا وراك معادي كاع مع جيرانك اللي كانوا محقورين ولاو يحقروا، ما يحقروناش حنا حقروكم انتوما. حنا عندنا الحضاره والعاصمه يبنوها الجزائر، يبنيوها الشعب والشعب الحضاره والشعب المثقف والشعب اللي عنده الوطنيه. ولازم تجي العداله، العداله من الشعب ماشي انتوما بالتليفون. وتروحوا قلنا لكم تروحوا يا ربكم تروحوا، خلوا الشعب بلده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا بو علام. نروحوا لسمير من الجزائر. سمير مرحبا بك. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام. أهلا بك خويا سمير. الله يسلمك خويا ناصر. راني نشوف الناس تهضر على المعارضة، هنا في الجزائر ما عندنا حتى معارضة.
جامي شفيت كانت معارضه تاع الصح جا راه ما سيستم هذا لا يمشي لا مضيع كاع البلاد كلها. انا واحد من الجنود الاحتياط زادونا 6 شهور ما ديناش حقنا انا نسمع غير الكلمات الوعود الكمال وعود كاذبه بصح ما امنا والو ما دينا والو. وزيد دوك ونزيد راح الشركه مجمع حدد امي راح يقول لك شوماج تكنيك في روتات مسبق انا ام غير يتعطلوا زعما خرج التائين نوت زعما تطبق ما تطبق والو راهي غير تلاعبات في هذيك شوماج تكنيك شورتو روتات مسبق ام يتلعبوا بينا برك ما شفنا والو مازال ما شدينا والو ملي خرج التعليمه من المارس الان ما تطبق والو الفرق ما شدينا وما شفنا حتى حاجه جديده من الرئيس هذا وما راح نشوفه والله الناس اللي تشجع في العوج هذا والله ربي يهديهم والله يوم القيامه يتحاسبوا انا واحد ما نسمحش والله ما نسمح تشجع لي في العوج تشجع لي في واحد خدام نشوفوا حاجه جديده ما شفنا حتى حاجه جديده ولادو تاع السكنه وهذه تاع الاخرى دي بلا مزيتهم هذوك حقوقنا الشرعيين كما يقولوا حقوقنا الشرعيين ماشي كامر زعما مزيه كاش ما فتحوا شركات كبار خدموا كاش ما شفنا خدموا كاش ما يطروا منا الوهران ولا ما شفنا والو جديد. والسلام عليكم خويا ناصر. شكرا سمير. عليكم السلام ورحمه الله. ابراهيم من قلمة. ابراهيم مرحبا بك. مساء الخير. مساء النور. اهلا بك سي ابراهيم. بك. ضرب الجزاء تاع الجزائر راحت لنا مع جدار برلين، رجوع للاصل فضيله في 87، رجوع للاصل فضيله ضرب الجزاء تاع الجزائر. لما نهار جدار برلين احنا درنا رجوع للاصل فضيله، ولكن فرنسا في 88 قالت نبدا بالارهاب ولا ما نجحتش نديرها بدواره وحجاب، والفهم يفهم. سمعتني؟ سمعتك يا سي ابراهيم ولكن ما فهمناش، فهمنا سي ابراهيم. احنا درنا رجوع للاصل فضيله يروحوا للديكريتو تاع المحافظه السياسيه العسكريه مع شادلي، درنا رجوع للاصل فضيله قال شادلي عاد بابه كاع وجرابه ربحت الاعلام ما ديتش حق الناس، وفرنسا دارت مفرغه ممنهجه 63 63، مفرغه ممنهجه الجزائر كانت حضاره اهل قصور وجسور ومشاتل وبذور، ولكن فرنسا اللي درت لها مفرغة ممنهجة. يعني كل مشاكل تاعنا هي سببها فرنسا، هذا هو اللي حبيت تقوله سي ابراهيم. نعم قالت نبدا بالارهاب، ولكن هذا الناس اللي راهم في الحكم راهم جزائريين سي ابراهيم، راهمش فرنسيين. هذو جزائريين عندهم التزامات، عندهم كونترات، وشارل دوغول في 62 يقول ألوني كمونيتا اوروبا بوليتا، عملة واحدة وأوروبا. شكون يعني الآن يعني من 2019 أنا نشوف الجزائر الجديدة هذو يعني عندما تتكلم على الناس اللي راهو حاكمين البلاد راك تتكلم على تبون رئيس الدولة، راك تتكلم على شنديحة رئيس الأركان. اللي حاكمين البلاد عندهم كونترات وعندهم التزامات عندهم عقود عندهم كذا، بقاو ينحيو يعني في القطن من شوك السدرة بشوية بشوية لا غالب عليهم. احنا ضرب الجزاء راحت لنا رجوع الاصل فضيله مع جدار برلين. والسلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا ابراهيم. نروحوا لادير من العاصمه. ادير مرحبا بك. عليكم خويا ناصر. اهلا سيدي. نظن اليوم السلام عليكم. نظن اليوم نقاش على جاهزيه الجيش. نظن الجيش هذا جاء من الشعب، خارج من الشعب الجزائري، والشعب الجزائري كله بأجمله وبكل الولايات جاهز لأي تحدي يكون ضد الجزائر. احنا جاهزين نوليو جيش في نهار نوليو جيش. لكن يا سي ناصر ماذا فرق العدالة في العدالة الاجتماعية لما الجيش يتميز بالامتيازات خاصة وكبيرة والشعب ضايع؟ تكلموا في هذا الاتجاه. لا كما يجي خطر من الخارج رانا قاع جيش، رانا قاع نحميو قاع بلادنا. لكن علاش العدالة ما كانش بين الشعب والجيش وبين كاين طبقات؟
لازم العداله الاجتماعيه تكون كيف كيف باش تهضر لي على جاهزيه الجيش ولا جاهزيه اللي تخاف على البلاد، ولا حنا انا كاع حنا باش ندافعوا على بلادنا. وهذه كلامي، ونظن ميساج اكلير. ميرسي شيخ ناصر، بارك الله فيك. شكرا ايدي، بارك الله فيك، يعطيك الصحه يدير. رابح من الحجوط، سي رابح مرحبا بك. وعليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خويا ناصر عندي غير تلفون قلت نهضر عليهم بالخف. اي تفضل سي رابح. النقطه الاولى، احنا الجزائريين الشعب الجزائري كامل جيش بالنسبه للرجال. انا بالنسبه لي الجزائر خط احمر، هذه هي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الاقتصاد اللي هم يهضروا عليه قبل الانقلاب تاع 91 كانت حبه بيض تسوى 50 دورو في الجزائر. اللحم كان يسوى 35,000. العياده كانت غير ب 400 500 600، هذا على الاقتصاد. والثالثه الحراك، حنايا الشعب، حنا الحراكيين، حنا رانا نحوسوا بهذوك البنات اللي قابلهم تبون في التاليه اللي قالوا الشهداء وتحيا الجزائر. حنا رانا هذوك يبلوا عندهم 20 سنه ان شاء الله ما يروحوش للحبس كي يولوا صحفيين ولا يولوا دكاتره ولا يولوا برلمانيين ولا اي حاجه، لازم تكون عندهم الكرامه تاعهم. حنا ما نحبوا حتى واحد ينحقر في الجزائر، كل واحد يدي حقه، ما كاش اللي ينحقر. بغى جندي ولا بوليسي ولا شعبي ولا يسرح المعيز. حنا ما نحبوش على الجزائر وعلى الجزائريين كاع كيما راهم. بصح الظلم ماشي مليح، الظلم ربي ومن حرمه على نفسه. ما تظلموناش، حنا جزائريين، اعلامنا يا محمد، اعلامنا ولينا نخافوا ولا نرفدوه. اعلامنا وانا نخافوا ولا نرفدوه في بلادنا. سبحان الله العظيم، انا لوبليس. شو اسمه بوضياف الله يرحمه مات على الكلمه تاع حنا واش وفاتتنا الدول. بالعلم وراء هذا العلم اللي راه يقصي الجزائريين يقولوا تحيا الجزائر، هذا علم هذا. انا ما فهمتش. هبلونا هذو يا خويا، هبلونا. شكرا خويا ربح، شكرا، بارك الله فيك. نروحوا لكمال. كمال راه يعيطنا من الماريكا. مرحبا بك سي كمال. السلام عليكم خويا ناصر. وعليكم السلام، مرحبا بك خويا كمال. شخص من كندا اللي قال لك احنا ما عندناش جيش جزائري، لان هذا ممكن ما عقبش العسكر، ما شافش الجيش. احنا كنا جيش وما زلنا جيش، واحنا قوه في الجيش الجزائري، وخط احمر في الجزائر. اي واحد يمس الشبر من التراب الجزائري، 42 مليون جزائري واللي عسكري. احنايا اللي ما شافش احنا الضربه تاع حماقير اللي وقفنا فيها احنا، وكما يقول لك وجبنا حقنا، ما شافش. انا كنت في لا 36 بريغاد وحبط لا 8 بيبي، فهمت؟ قول له انت مازال ما شفتش الجيش باش تقول ما عندناش جيش جزائري. والله العظيم غير عندنا جيش ونصف، وتحيا الجزائر. والجزائر خط احمر لاي واحد. صح نتهاوشوا بيناتنا وهذه ما كاش وهذا ما كاش والحكومه دارت والشعب دار وهذا، بصح احنا كي تولي للصح نقولوا موس واحد وصف واحد. الجزائر خط احمر، ما تعليها الشهداء، انا ما تعليها عمومي، ما تعليها بابا. والحمد لله احنايا عندنا نيف مالغرامي في امريكا، غدوه يعيطوا لي ندخل الجزائر ونحارب على الجزائر. نعم سي كمال، الكلام راك تقولوا يعني خاصه الناس اللي تعيش في برا تتفهم الكلام تاعك يتوسى، ولكن كاين الناس جزائريين الان في البلاد راهم يتظلموا، يعني ما عنده الحق يهضر، ما عنده الحق للخدمه، ما عنده الحق. وتلقى النص تاع العائله تاعو يعني سبلت الروح تاعها باش تستقل الجزائر. يعني هنا هو الخلل او الظلم اللي راهو فيه. ممكن الكثير من الجزائريين يقول لك هذا الكلام هذا. خويا كمال تفضل. انا معك خويا ناصر، كان ظلمات، كان ما كانش خدمه، ان شاء الله باذن الله هذه الحكومه تشوف للشعب هذا ان شاء الله، وسقموا بلادنا كاع كي نتعاونوا احنا كامل باش نسقموا بلادنا ان شاء الله، نولوا كاع خدامين ونولوا لاباس علينا. لازم صح فيها وقت، كانت العصابه الاولى خربت كلش، والان ان شاء الله نوقفوا كاع ونولوا صف واحد ان شاء الله. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا خويا كامل، بارك الله فيك. علي من الجزائر، سي علي مرحبا بك.
السلام عليكم. عبد الناصر السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك خويا علي، تفضل. اسمك اخ الاخر، تحياتي كل المستمعين تاع القناه المغربيه. شوف اخ الناصر، انا سمعت كمال واش قال، ظلمات كاينه، عدم مساواه كاينه، لكن بصراحه انا كي نشوف الخطاب، سمعت الخطاب تاع الرئيس مع في الدال يتكلم مع يخاطب الجيش كل الاسلاك الامنيه، يخاطبهم، انا نقول باللي باش يديروا المستحيل معاه باش على الاقل تحقيق الاستقلال الاقتصادي. شوف اخ عبد الناصر، نهضروا على السوسه المدسوسه، نهضروا نفرضوا انا معارض، اي شحال كاين خلالات وشحال كاين بزاف امور، ولكن لازم نتفاداو الدعايات الهدامه. شحال حب الجاليه تاعنا ان شاء الله يدخلوا البلاد، وخاصه الادمغه تاعنا وشحال، لكن حاجه لازم نتفقوا عليها، هاي نفرضوها الشعب هذا، نديروا اختبار او اختبار لينا، هاي نتوحدوا، هاي اين الجمعيات؟ سمير يتكلم على الخدمه، ما كاش، مادام ما كاش الاستقلال الاقتصادي ما كانش خدمه، مادام كاين لي زامبورتاتور لي فو امبورتاتور ما كانش خدمه، مادام كاين ناس راهم في الاداره حاكمينها، كاين السوسه، كاين خطه وكاين كون خطه، لكن انا باش تقول لي ضد الشعب، انا جزء من الشعب، كاين ظلمات، كاين سجناء، كاين بزاف اخلال، ان شاء الله برك الامور تمشي على ما يرام في المستقبل، عندنا نامل ونتامل ان شاء الله. والسلام عليكم اخو الدكتور. وعليكم السلام ورحمه الله، شكرا. علي، نروح ليوسف من سطيف. يوسف مرحبا بك. بك مرحبا اخويا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك. نورتنا ان شاء الله. والله يا اخويا غير نحب نتكلم معك، يعني برك الرئيس تاعنا برك. الو. تفضل سي يوسف. نعم نسمعوا فيك. الحمد لله خويا، خليونا ان شاء الله الرئيس تاعنا الحمد لله، والجيش تاعنا الله حامي البلاد تاعنا، خليو حامل بتاع، خليو الرئيس تاعنا راه لاباس، ما كان تكلموا قالوا طلع عليه هبط ليه، الحمد لله الرئيس تاعنا قايم، خليونا بلادنا تمشي. سي يوسف، يعني معليش الكلام تاعك، يعني نتفهموه، وانا نشكر كثير كل ما يعني اللي فيه يعني الاراء هكذا مختلفه، انا يعطيكم الصحه يعني راكم تواصلوا معنا، ولكن الناس مثلا اللي يتابع الشأن في الجزائر يقول لك يعني هذا الصراع الموجود في يعني خاصة في المؤسسة العسكرية، شفنا في الأونة الأخيرة هذه يعني العشرات من الجنرالات دخلوا للحبس على التخابر، على يعني لا كوربسيون. هل الشيء هذا أصلا هو هذا الأعضاء تاع المؤسسة العسكرية، ولا يعني هذا الجنرالات ممكن هم اللي يهددوا أمن الجزائر، ولا لا سي يوسف؟ لا يهمناش، حنا اللي راح ما راح مع خير، حنا نتمنوا اللي راح ما راح مع خير، حنا نتمنوا وخلينا ان شاء الله جونا عباد صالحين كيما سي شنقريحة كيما الرئيس تبون. يوسف راك معنا؟ هاني معاك، هاني معاك. ايه تفضل تفضل، مازال نسمعوا فيك خويا يوسف، تفضل. قلت لك احنا خلينا نقول لك اللي راح ما راح مع خير، ان شاء الله احنا نتمنى وان شاء الله هذه القياده تاعنا اللي جاوا شنقريحه والله الرئيس تبون، نتمنى لهم الخير ان شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق والصحه والهنا، ويخدموا بلادنا ويخدموا شبابنا. اليوم ان شاء الله داروا مشاريع مليحه، عندنا غار جبيلات، عندنا تاع الوهر تاع الحديد، خدمونا الله يبارك خدمه باهيه، مدوا الملحه هذه للشباب تاعنا ان شاء الله، هذا الشباب نعطي لهم ملحه باهيه، هم يمشي ياكلوا في الخبز، ها ان شاء الله بغى يمد الناس السنيين، ها قال لك نمد من ال 50 وقلت نمد لهم، الحمد لله يا ربي، خلينا خليوا بلادنا. شكرا يا يوسف، بارك الله فيك، يعطيك الصحه اخي، شكرا. هواري من وهران، سي الهواري مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بك اخي. اهلا، كيراك لاباس؟ والله الحمد لله، واش راك الهواري لاباس؟ على هالخطابات الرنانه هذو البروباغندا، شاك فوا كيقرب الفوت يبدو في الجيش ما الجيش، وهذاك اللي يهضر لك تاع امريكان نقول له روح عيش معنا معيشتنا تاع الميزيريان، بعد كي يجي الحرب سهل الحال، غادي نجيبوك حتى الاول تحارب. وقول له من اسباب انحطاط الاتحاد السوفيتي القياده كانوا كاع كهول. قول له الجزائر فيها 70% ديجان يحكموا فيهم كلهم كهول فوق 70 سنة، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. في 5 سنوات راحت 500 مليار دولار هباء منثورة، هذه اللي نصوها هما بلا اللي راح تحت الطاولة.
قول الله يهديكم بركاكم من الكذب. قول له كنتم تكذبوا كالرئيس تاعكم، ما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اخطوكم من الكذب. الجزائر في المعيشة راهي أسفل السافلين. حرية التعبير حرية الرأي ما كانش، رانا حنا توالى في لومون. هذه هي وكلمة الحق توقع. يقول له ما تكذبوش، غدوة كاع نحاجوكم يوم القيامة، غدوة نحاجوكم يوم القيامة. كي نتوما كي هذا الكهول اللي راكم تشهدوا عليهم شهادة الزور، البلاد كليتوها راكم داينها الهوية. تهلا في روحك، تبقوا على خير. معليش الهواري اسمح لي، يعني الهواري كاين لو يشوف الوضع، يعني ماشي كما راك تشوفوا نتايا. علاش نقولوا معليش يعني بلا ما نقولوا هذو الناس راهم يكذبوا، ولكن هو راهو يشوف الجزائر مختلفه. يا ودي هو خمس هو شو 50 عام في السيستم، ان الله اللي يصلح عمل المفسدين. كيف كيبقى له في الفيراج ويموت باغي يصلح من بعد 50 عام فساد مع من كان؟ هو كان عاس على الخزينه يا كرم على العصابه. شكرا الهواري، بارك الله فيك، يعطيك الصحة الهواري من وهران. نروح للطاهر من الجزائر. سي طاهر مرحبا بك. الزول ولا النزول؟ الزول سي طاهر، الزول ولا النزول؟ دولة مدنية ماشي عسكرينا. عينا من الكذب تاعهم هادو، عنده الحق الهواري واش كان يقول. هادو كاع كذابين، هم يشهدوا شهادة الزور للشعب الجزائري، وراهم راهم يشهدوا شهادة الزور للشعب الجزائري ويشهدوا شهادة الزور على روحتهم. باش يقول لك الجزائر هادو هم يخدموا، راهم يديروا ما يخدموا ما يقولوا كذب. هم 80 سنه في عمرهم يروحوا خلوا اللي جاني يخدموا. لو كان الجزائر مليحه وكذب لنا كون دراهمنا مطالعين، دراهمنا ما يسواوش، راهم تدخل دراهمنا. المعيشه راهي كارثه، الشعب راه يلقط في الزبل ياكل. وهادو يجوا يكذبوا هنا وخدموا وداروا برك هما يكذبوا. نعرفوكم كيما هذاك تاع الصيف قال يقول هذاك ديجا ماهوش من الصيف يكذب. يكذب نعرفوا راجل يقول واش من الانتقال واش هضر كلمه ماشي تاع الصيف، هضر كلمه تاع الغرب. خلينا متمسخين لو البارح كيف كيف يهضروا معنا من ولايات يقول لك حنا من العاصمه ما كاش. شوف انا نحديهم يوم الدين وليد العاصمه ولا كابيلي انسى باش يهضروا هذيك الهضره. من الثمانينات نشفى لها، من 60 سنه في عمري، من الثمانينات وهما ما يهضروش هذه الهضره. نشفى لها اللي كان لا فلان يطرى في كيف الفوط في الثمانينات وقت بشير بن سعديه وبيطاط ودرحوا في الفوط وده ويحق غير انسى غير في العاصمه ولا كابيلي ينساوا فاقدهم مارقين على بالهم واش صاري. ما كان من الكذب حش ما عرفتيكم شويه هم يخدموا خلوه يخدم. بوتو لي قاعده كنت تقولوا لنا خلوه يخدم هو كلا البلاد. 1500 مليار راح داك باطل بلا واش كان مخبي واش من. خلينا نطلقوا للسوجانا نطلقوا سنه تاع التسعينات، خلونا نستخدم، خلوا لابورتاسيون تدخل، خلوا الطوموبيل تاع ماتروازون يدخلوا، خلوا لاكاس تدخل، خلونا نستخدم بينا تاعك طلعوا شويه احشموا شويه راسينا. ما نخرجوا الغربه عندنا قدر، عندنا ما عندناش قدر، ما عندنا والو خلاص حنا الاخرين. هما كانوا طايحين المغرب خير منا. المغرب نسمح ربيهم العالم كاع يجي لهم توريست. المغرب طب حاجه كبيره. المغرب تحكوا في المغرب خاوتنا ما تبقاش ديروا لنا هما بالعادي في المغرب يخلطوها لنا حنا الشعب مع المغرب باش نولوا حنا نتلهوا بالشعب المغرب وهما يديروا رايهم. خلونا المغرب خاوتنا غير خلوهم المغرب توانسه خاوتنا غير نحيوا ديك العقليه. ما كوش قادرين تخدموا خلوا الرجال يخدموا عندنا اللي جا على ما تخلوش كريم طابو يشهر وراي. شكرا بارك الله فيك يعطيك الصحه تنميرتك. شكرا طاهر. نروحوا لعبد الله من فرنسا. من فرنسا عبد الله مرحبا بك. السلام عليكم. انا قلت له وعليكم السلام ورحمه الله. شوف غادي نهضر لك على واحد نعم عبد الله انا اسمعوا فيك تفضل. الوطني هذاك اللي يهضر من كندا شوية احترام الجيش خاصة في الحقبة اللي هضر عليها هو. جيتي با انكور ني انا كيما يقول لك ما كنتش مولود فهمني. معليش عبد الله طلع شوية الصوت تاعك لو سمحت ماناش انا نسمعوك بعيد. بالك ما على باليش. معليش ارفع شوية الصوت تاعك فقط. تفضل عبد الله. عبد الله راك تسمع فينا؟ معليش وقينا انقطع الاتصال مع عبد الله. عاود تواصل معنا عبد الله لو سمحت كنا نسمعوك بعيد شويه. نروحوا لواد السوف محمد مرحبا بك سي محمد. صحيت اخويا ناصر صحيت ربي يعيشك يا اخويا ناصر. احنا مرحبا بك
احنا اليوم نحوسوا على كما نقول المؤسسه العسكريه هذه تقدم لنا حلول، دير لنا افكار، تساهم في بناء الاقتصاد. احنا كي نشوفوا الجيوش هذه تاع العالم كما البنطاغون يرسم السياسات العامة تاع الولايات المتحدة الأمريكية، وجيوش من العباد ومن المؤسسات ومن المخابرات هم اللي ينفذوا في المشاريع. يكون عنده برامج تاع 30 عام تاع 50 عام يشرف عليها ويدير لها دراسات ويخطط لها ويستشرف لها ويتنبأ لها. احنا اليوم ماناش ضد المؤسسة العسكرية كمؤسسة، احنا ضد الأفكار. احنا البلاد هذه بقت جامده عندنا دوكا من 2017 متعمق في الشان السياسي ملي كان الايامات الاخيره تاع بوتفليقه من 2017، واحنا من ازمه لازمه من ازمه لازمه. انا في بناء المؤسسات، جات الانتخابات، هاي بناء مؤسسات، هاي ما نعرف واش هانا مازلنا كيما نقولوا في اصلاح مؤسسات. اللي قبلهم قالوا الهضره هذه اللي باش يجي من هكا لازم باش يقول نفس الهضره. احنا اليوم كيما نقولوا لازم تكون عندنا مشروع تاع دوله، مشروع دولة يشتشرف عليه هذه المؤسسة العسكرية، وعندنا نخبة في المؤسسة العسكرية قوية جدا، وكفاءات، وكاين رجال نزهاء. هذم يكون لازم يكونوا في الصورة، ما يكونوش هذم كما نقولوا اللي يحكي ولا كما نقولوا غير التنظير. التنظير زي والتطبيق زي، كما قالها واحد مسؤول قبل في السلطة واليوم في الحبس ربي فرج عليه، قال كما نقولوا فرق بين واحد يحلل وفرق بين واحد يطبق. احنا كيما نقولوا في ارض الواقع، والله يا خويا ناصر ما كان شيء من هالمشاريع هذه وما تجسد منها. انا نقول لك ميم با 5%. ولكن محمد يعني سامحني قطعتك الكلام تاعك محمد، اللي يقول باللي يعني وعلاش اقحام العسكر ولا مؤسسة العسكرية في شؤون الدولة، في تسيير شؤون الدولة؟ يا اخي هم اللي اقحموا نفسهم، هم اللي أقحموا نفسهم، ما كانوا في غنى عليها هذه المشاكل. يعني أنت مؤسسة عسكرية بهيبتها بقوتها برجالها بكفاءاتها تتبنى رجل كما هذايا. أنا واحد تخدعت، أنا كما نقولوا فوطيت على التبون، بصح ما كنتش أنا نتصور باللي ضعيف كما نقولوا في الأداء السياسي اللي تقدر تقول منعدم الأداء السياسي نتاعو. يا أخويا هذه بلاد الجزائر هذه والله ما تستاهل كما نقولوا المشهد اللي راه اليوم ولا الصورة اللي راه مسوقوا لها عليها اليوم. راهي بلاد قوية جدا، وكانت تكون كما نقولوا باسطة نفوذها على القارة الإفريقية وأبعد من القارة الأفريقية بالمقدرات تاعها والشركاء سوى الحلفاء الاستراتيجيين ولا كما نقولوا تخلق حلفاء آخرين في المعسكر الغربي كما نقولوا للولايات المتحدة الأمريكية. محمد أنت راك قلت يعني في 2019 فوضت على تبون. فوضت اخويا على تبون، وكيما تلقيت صالحت طلعنا واللحمه هذه بين الجيش والشعب وصلت للصحه القمه تاعها. بصح الان يا اخي راهي انهارت. انا نعطيك في كيما نقولوا شيء ملموس والله يا اخي. راهو يستعدونا يعني راك نادم على اصلا فوضت على انا من انا كيما نقولوا ما نندمش. انا يندم لي كذب، انا ما نندمش. انا مشيت كيما نقولوا على جال البلاد هذه في طرح سياسي كيما نقول كيما قال هذاك تاع بلعباس التوافق والاحزاب السياسيه وما نعرف واش، وانهيار الدوله كانت على وشك الانهيار، وقلنا مهما كان قال كيما نقولوا ديباني بهذا خير من اللي ما كانش، باسكو ما لقيناش البديل. احنا كي كنا في الحراك يا اخي وكنا نخرجوا ما لقيناش احنا الشخصيات هذه اللي قالت انا رشحت كيما نقولوا بوشاشي ولا رشحت كيما نقولوا الابراهيمي ولا رشحت كيفاه الدوله. انت ينحط لك مفتاح تحت الطابي وتروح تهز المفتاح وتدخل تحل القصر المرادية. يا اخي كاين انتخابات، كاين رجال كيما نقولوا، كاين مؤسسات دوليه باش تتعامل معاها، لازم تكون انت في مستوى الدوله هذه اللي راك باش تدخلها. احنا ما نحلوش مشكل، احنا حوسنا نحلوا المشاكل بحلول واقعيه صح، سياسيه واقتصاديه وموضوعيه في نفس الوقت. ومش سهل انت باش تكون رئيس تاع دوله وتمثل دوله كيما نقولوا كيما الجزائر متربعه على إفريقيا يا أخي ولا لا. شكرا محمد، شكرا بارك الله فيك، شكرا كثير خويا محمد على الاتصال تاعك. نروحوا محمد من الجزائر العاصمة. السلام عليكم أخويا ناصر. وعليكم السلام، أهلا أخي. يا أخويا ناصر أنا راني نشوف فيها بدايتها، بداية ديالها خيانة. العاصمة فيها 6 ملايين نسمة، 6 ملايين نسمة، 6 ملايين ما فيهاش الملاجئ، الملجأ ما فيهاش، ملجأ ما كاش وما كاش الأنفاق ما كاش. هذه بدايتها خيانة. شكون يدى الخيانة هذه؟ من مسؤول على الخيانة سي محمد؟ أنا الخيانة تكون جماعة حيدرة
حضروا وبالأكنون حضروا بالأكنون رأيتم الخيانة. هذا الشيء السعيد شجروا هذا ما يعرفش الضربة تاع الدهر. الضربة تاع الدهر يا سعيد شنقريحة راهي تطيح. أنا والله ماني خايف على الحدود. الحدود ربي يحميها. أنا راني خايف على عاصمة ما تطيح. العراق العراق ما طاحت من الحدود. العراق طاحت من بغداد. بغداد خيانة لداخل. الخيانة في العاصمة. يا سعيد شنقريحة. رد بالك الضربة تاع الدهر واعرة. يا سعيد شنقريحة الضربة تاع الدهر واعرة. أنا راني خايف على العاصمة. الحدود ربي يحميها والله ما راني خايف على الحدود. شكرا يا محمد شكرا بارك الله فيك يعطيك صح. نروح لعمي صالح. مرحبا بك سي صالح. السلام عليكم ورحمة الله على جميع المشاهدين. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك. شوف أنا نعلق على كلامك كما ربي تتقدم في الحصة وبعد بالك ندخل في الموضوع بعد كلمات إن شاء الله المستمعين لا يسعفوا شيء. أنت كنت تقول أعطينا أرائكم هذا أعطينا الأراء لنا إحنا العامة إحنا محطوطين لنا إحنا بوحنا نعطينا أعطيكم الأراء أنت لا مش دور ما أنتم راكم تكونوا إحنا قناة إعلامية فبها ونعم عندكم الحق هذا مليح كونوا لكم الرأي وسخنتم عليكم تملغوا ديروا تساور ديروا حاجة باش بصح الرأي أنت اللي مدوا إحنا الرأي لمن ندوه ندوه يروح في الهواء. يعني أنا عندي أنا العبد الضعيف عندي 30 سنة ونهضر في الزنقة وفي الآخر سكت نهضر في الهواء. هذه وحدة. سقسيت على حاجة يا سي ناصر وجاوبني بصراحة بارك الله فيك جاوبني بصراحة معليش. تفضل تفضل يا عمي صالح. شوف تكبر شكون شكون بداها تكبر شكون بداها تكبر شكون خلقها شكون خلق التكبر التكبر هذا ممكن يعني الشيطان اللي ما كانش حب يطيع الله عز وجل هذا هو تمام اول من شيل التكبر قدام ربي ما جيت لهذا هو ابليس هو ابليس ذاك ابليس ماشي غير واحد البلايص كاين وبزاف وكاين البلايص تاع الجن والانس ما بين كاين البلايص تاع الجن والانس البنيان صعيب التهدم ساحل صوره وراه ما المفكر انا نقول لك واحد الكلمه وراه قلبي واجعني مسح ما اسمش خاوت للجزائريين كاين اللي ما يسهلوهاش نقول لك واحد الكلمه انا اللي عندي تجربه الجزائري يكون متواضع يكون قليل يكون متواضع وربما ما يتكبر شويه يهضر مع الناس اي جزائري من البسيط حتى قبل يحكم السويد وهو يلحق للمسؤوليه ولا يترفح كاين زوجنا يا اما يترفح يطلع المسؤوليه ولا يولي حاجه اغلب ما نقولهاش على كل حاجه صعيبه بصح انتم كيلحق بالخصوص كيلحق وهذه جربتها انا في نفسي ولو كان تعطيني الوقت نقول لك ملي بديت انا في 64 ملي بديت نجرب فيها من البنك وما زالت راهي تزيد انا جربتها معليش خلينا على يعني التجربه تاعك راهي تفيدنا عمي صالح ولكن ما عندناش الوقت باش نقول لك يعني تحكي لنا على التجربه تاعك خلينا اعطينا شويه بعض الافكار على الموضوع والراي تاعك واش رايك في الموضوع تاعنا اليوم اللي طرحناه التصريحات اللي تقول باللي تاع تبون ولا شنقريحه رئيس الاركان اللي يقول باللي جاهزيه الجيش لكل التهديدات اللي راهي ضد الجزائر واش رايك انت في الكلام هذا وما معناه عمي صالح انقطع معليش خلينا نروحوا لحميد من بومرداس سي حميد مرحبا بك قطع الاتصال مصطفى من برج بوعريرج لم يقولوا لي الاخوه مرحبا بك سي مصطفى مصطفى راك معنا ما حدش ناصر من الجزائر هلو نصروا معنا ناصر من الجزائر هلو السلام عليكم سي ناصر هلو ناصر راك معنا مالي سي ناصر السلام عليكم سي ناصر وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا السلام عليكم سي ناصر عليكم السلام
حبيت اون دو مبارك حبيت نقول لك هذاك اللي عيط من المالي كان الكباباه وعمم الشهداء حق الله تعالى لو كان جاو الشهداء ما يهضر هكذاك. معليش سي ناصر بالك يعني هو راه يشوف الجزائر يعني ما نطيقوش نشكوا في يعني هذا الامر هو عايش في الملك عبد الزيسيل ويهضر لهنا رانا هكذا رانا هكذا الهوالي هذاك اللي عيط من الوهران يعطيه الصحه حبيب عليه فوالا ما تجيست يفوا ابلي ان شان شان ما كانش هكذا يا ريان دي تو كاع يبقى على خير. شكرا سي ناصر شكرا بقاو على خير اللي يعطيك الصحه على كل حال انت راك تشوف الجزائر هكذا يا ريان دي تو فوا بلي ان شان شان ويقولنا سي ناصر. وصلنا الى نهايه هذا البرنامج نشكر كثير الاخوه اللي تواصلوا معنا يعطيكم الصحه والاراء كانت مختلفه كل واحد كيفاش راه يشوف هذه الجزائر ونتمنوا يعني تكونوا معنا في برامج اخرى وفي مواضيع اخرى ان شاء الله نسمعوا الاراء تاعكم. شكرا لكم على حسن المتابعه ونلقاكم في برامج اخرى ان شاء الله. قوا على خير.